أقامت مؤسسة منتور أريبيا مؤتمر صحفي خاص بفندق الفور سيزنز للإعلان عن برنامج زيارة رئيسة مؤسسة منتور أريبيا العالمية جلالة ملكة السويد سيلفيا للبنان بخطوة هي أولى من نوعها. أولاً حيكون في عنا تعاون كتير مهم مع جامعة ملكية بيروت، حنطلق منصة لإرشاد الشباب على المستوى الإقليمي اللي من خلالها نحن حنقدر ندعم الشباب، يكون في تواصل معهم، يكون في حوار مستمر، لنقدر نخلق لهم فرص عمل أفضل. زميلة مجالي مراد التقت المديرة التنفيذية لمنتور أريبيا ثريا إسماعيل اللي خبرتنا عن التحضيرات لهالحدث الهام. على قدم وساق التحضيرات، نحن كتير محمسين أن الملكة جاية تزور لبنان، هي أول زيارة لها، وحتى يعني حتقعد فترة أطول مما كان متوقع لتقدر تزول بمناطق سياحية بلبنان وتقدر تقابل يعني مختلف الجهات اللي هي بتعنى بمواضيع الأطفال والشباب والمرأة. وزارة السياحة رح تتولى تحضير وتنظيم نهار سياحي للملكة سيلفيا، ومعالي الوزير أفيديس كيدانيون حدثنا عن أهمية هالزيارة. نحن انعرضت علينا فكرة بأنه ننظم للملكة نهار كامل سياحي تكون فيه بعدد من الأماكن الهيك المهمة بلبنان، ومن ثم يكون في غدا وتفاصيل أخرى. تعاون هو إذا بدك حدوده نهار كامل بعد ما تكون خلصت كل نشاطاتها وشافت كل أمورها تتعرف على لبنان، ونحن من خلال زيارتها نقدر نروج للأماكن اللي رح بتزورها هي. بتصور هي شراكة مربحة بالنسبة لنا، لأنه مثل ما قلت قبل شوي بتعطي الصورة الإيجابية وبتقول إنه هيدا البلد ما في مشاكل تتكون ملكة بهالمقام عم بتزور لبنان. المؤتمر تم بحضور بعض الوجوه الفنية والاجتماعية المعروفة مثل أبو وقيس الشيخ نجيب اللي حدثنا عن العلاقة اللي بتجمعوا بهالمؤسسة من عدة سنوات. أنا لي تقريبا 5 سنين معهم، عملنا كذا شيء بما يخدم قضية المؤسسة، تمكين المراهقين والأطفال ومكافحة السلوكيات الخطرة بالنسبة للمخدرات وكل السلوكيات الخطرة. فكنت معهم بالكويت لما وزعنا الجوائز على ناس ملهمين للشباب، وبعدين عملنا مسابقة لأفلام القصيرة، أول واحدة كانت بالأردن سويناها، وزعنا جوائز على الناس. طبعا هذه أفكار مشتركة كانت. بعدين كنا بندوة هلأ بمهرجان الجونة عم تحكي عن أصوات اللاجئين بالصناعة السينمائية. عملنا كمان جلسة حوارية ببعلبك، أنا بالنسبة إلي التقيت مع مجموعة من الطلاب المدارس من السوريين واللبنانيين وصار في حوار كتير ممتع وجذاب. يعني أنا كتير بدعم هاي الرسالة اللي عم تقدمها منتور العربية، وهن الحقيقة الناس يعني كتير عم يحاولوا دايما يكونوا سبورتيف للشباب، عم يخدموا المجتمع، الناس اللي بحاجة لأنك تحسسيهم أنهم بحاجة للأمل دايما. قيس شدد على حاجة الوطن العربي لمؤسسات وجمعيات بتشبه منتور أريبيا. بحاجة كتير، بحاجة يعني منتور أريبيا ما فينا تحمل كل شيء لحالها، بحاجة لمؤسسات كتير كبيرة بس تكون بنفس هاي التنظيم والشيء الرسالة الحقيقية. في رسالة أنا لمستها خلال 4 سنين، رسالة حقيقية يعني عم تتقدم وعم يروح باتجاهها وعم يحاولوا كتير ينفذوا اللي هن عم يدعو له. يعني الموسيقي ميشيل فاضل اللي عم يتعاون مؤخرا مع منتور خبرنا قد ايه بيعني له يشارك بانشطه بتهدف للمساعده ونشر التوعيه. وقت تشوفي هالقد عالم مكرسين حياتهم ليدوا على الشباب وليكونوا منتور للشباب، يعني ما فيك تكوني الا اذا فينا نكون سند صغير رح نكون. انا ما صار لي زمان معهم بس كانه صار لي زمان. اليوم وقت تسمعي شو عاملين بالعالم كله وخصوصا بلبنان ما فيك الا تكوني مبسوطه. أنا عم بحضر للوكانز لسهرة 15 أغنية من كلمات نزار فرانسيس، وأبو لأول مرة حيغني باللهجة اللبنانية. So this is my work هلأ معهم. يعني الفنان المصري أبو أيضا سجل حضور خاص وحدثنا عن تعاونه مع منتور اللي بيعود لحوالي سنتين. أنا بقالي سنتين ونص من ساعة ما ثريا حكيت لي على منتور أريبيا، وأنا شاركت معهم بيت عضو في منتور أريبيا من سنتين ونص. مصدق جدا في الكوز اللي هم متبنيينه، وهي قوة الوقاية للشباب، لأن الشباب بالنسبة لي هي حماس وفضول ورغبة. لو التلاتة دول حطناهم في إطار الصح هيطلع بيها إبداع، لو راحت في سكة غلط هتروح لإدمان. فعشان كده أنا مبسوط أن أنا جزء من منتور أريبيا. أبو رح يقدم أغنية خاصة باللهجة اللبنانية بمناسبة زيارة الملكة سيلفيا للبنان وبدعم من منتور أريبيا. دي أغنية عملناها عشان تتغنى في الإيفنت بتاعت حضور جلالة الملكة للبنان،
هي كلمات الشعر اللي كان نفسي من زمان اشتغل معاه نزار فرانسيس، والحان وتوزيع الموسيقار ميشيل فاضل، وان شاء الله هتبقى هي وايت ارابيك سلاش لبنيز يعني الاكسنت، فان شاء الله تلاقيها عجب الناس. زيارة ملكة السويد سيلفيا للبنان رح تحمل أبعاد عديدة بطلعتها الإضاءة على مؤسسة منتور أريبيا الاجتماعية الإنسانية السامية، على أمل تكون محفز لجمعيات كتيرة على التطور والعمل الفعلي.